انضمينا لشبكة ألالين سنة 2012. كان من هدف مجموعة ألوان الحياة كيفية مشاركة النساء وخاصة ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية ودمجهم مع المجتمع المدني حتى يكونوا في عيشة عادية دون تفريق بين الأفراد. وكان يوجد بعض المعوقات، ومن ضمن المعوقات هو عدم الوعي السياسي لهذه الفئة وخاصة النساء ذوي الإعاقة. ولكن قمنا ببعض المشاريع التي تساعد المرأة وخاصة المرأة ذوي الإعاقة في كيفية اختيار المرشح، وكيفية من خلال برامجه، ومن خلال توعية المرأة عمل بطائق انتخابية، وأيضا تدريبهم على كيفية اختيار المرشح من خلال برامجه، وأيضا عدم انسياقهم وراء التعارف أو القبائل أو معرفة أو من خلال الرشاوي، حتى إن كانوا انحازوا إلى فئة معينة. لكن قمنا ببعض تدريب النساء وجعلنا بعض الكوادر لكي تدرب النساء الأخرى، ومما أدى إلى ذلك إلى زيادة الوعي من خلال المشاركة السياسية ووعيهم بالانتخابات. وإحنا إن شاء الله نتطلع أكثر في مؤسسة ألالين، ونحن إن شاء الله نعمل حوار ثقافي بين النساء وخاصة المشاركة السياسية، وأيضا مشاركتهم في الانتخابات، وأيضا المرأة ذوي الإعاقة وكيفية الإتاحة لهم من خلال جعل مقرات للانتخاب خاصة بهم، وأيضا إتاحة ذوي الإعاقة في كيفية اختيار مرشحه وذلك من خلال برامجه وليس من خلال التعارف أو من خلال أنه معرفة، لأنها تدربت وكيفية الوعي السياسي والمشاركة السياسية في الانتخابات.